أنا أبو عجيل علي الحربي، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر ومعرض تقنيات النفط والغاز والطاقة المستدامة. الحدث اللي إحنا فيه الآن تم بفضل الله وحمده افتتاح المؤتمر والمعرض يوم أمس، وكان في افتتاح هذا الحدث السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد دكتور فرحات بن درة اللي شرفنا أمس. طبعا الحدث هذا تم التخطيط له منذ ما يقارب السنتين، والحمد لله اليوم نرى أن الحلم اللي حلمنا به وخططنا له أصبح حقيقة. قد يبدو لوهلة أن احنا جمعنا في هذا الحدث متناقضين، هي الطاقة المستدامة ومع الطاقة الأحفورية النفط والغاز، وطبعا هذا ظاهريا قد يبدو متناقض، ولكن في واقع الأمر أن النفط والغاز هي حاضرنا والطاقة المستدامة هي مستقبلنا، ويجب أن نفكر في الحاضر والمستقبل في آن واحد. العالم بدأ يتوجه إلى الطاقة المستدامة، الطاقة النظيفة، الطاقة التي لا تنضب ودائمة التوفر. مهندس عبد الرحمن أبو جعفر ضو، مدير إدارة المشروعات بجهاز الطاقة المتجددة. طبعا جهاز متأسس من 2007، جهاز يتبع مجلس الوزراء، وهو أسند إليه مهام دراسات الطاقة الشمسية والإشراف والتنفيذ على مشروعات الطاقة المتجددة بصفة عامة. طبعا الجهاز اليوم مشارك في فعاليات مؤتمر تقنيات النفط والغاز والطاقة المستدامة. يشارك الجهاز اليوم يهدف إلى التعاون مع الشركات النفطية وكذلك فتح باب التعاون لتنفيذ مشروعات والدفع بالشركات النفطية اتجاه إلى الطاقات المتجددة والاستغناء عن الطاقات الوقود الأحفور. طبعا الجهاز في الآونة الأخيرة اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة من قبل رئيس الحكومة، وإن شاء الله حيبدأ العمل بهذه الاستراتيجية في المدة القريبة القادمة إن شاء الله. ليلى صالح حافظ، مركز بحوث النفط، الصفة اللي هي رئيس قسم الجيولوجيا بإدارة بحوث الاستكشاف في مركز بحوث النفط. مركز بحوث النفط اللي هو يعرف لأن الذراع الفني للمؤسسة الوطنية للنفط لتقديم البحوث والدراسات والاستشارات لشركات النفط. بالنسبة لهذا المعرض أو المؤتمر بشكل عام، هو من تنظيم مركز بحوث النفط برعاية المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الشركات الداعمة من القطاع. طبعا يشمل جميع أي صناعات النفط والتنمية المستدامة وغيرها، كلها من المحاور الأساسية لهذا المؤتمر والبحوث في مجال استكشاف وإنتاج النفط. مركز بحوث النفط من أسس سنة 77، ومن هذاك الوقت لحد توا وإحنا نقدم في خدمات لقطاع النفط ولشركات النفطية بشكل عام. معظم الدراسات الأولية سواء كانت في مجال الاستكشاف أو الإنتاج
او حتى التكرير وبعض التحاليل الكيميائيه للنفط والغاز موجوده في المركز. بالاضافه الى بعض البحوث اللي حاليا فيه توجه ان احنا نشط مركز بحوث النفط يرجع من للجهات الرائده في مجال بحوث النفط. مهندس كمال بالحاج يشتغل في شركة نجم متوسطة ميدستا، طبعا شركة ليبية، طبعا عندنا عدة توكيلات من شركات أجنبية أمريكية وإنجليزية، وطبعا نشتغل في خدمات تقديم خدمات نفطية أول سيرفيسز أند لوجيستكس. طبعا التركيز الأساسي بتاعنا هو في الفاير فايتنج سيستمز وأنظمة مكافة الحرائق، هذا الأساس بتاعنا، إضافة طبعا إلى صيانة الأرصفة البحرية أو المكان اللي ترسو فيه السفن، صيانتها أو إنشاء طبعا رصيف بحري، إضافة إلى الصيانة اللي هو تحت الماء اللحام وإلى غير من أعمال الصيانة الثانية اللي تحت بتكون تحت المية، إضافة طبعا إلى شركات استشارية فيما يخص النفط والغاز. إحنا طبعا هذه أول مشاركة لنا اللي في معرض النفط والغاز في معرض النفط، طبعا اللي هي الجهه الراعيه للمعرض هذا. للتعريف بالشركه بتاعنا وش نقدر نضيف ونقدم خدماتنا للشركات سواء كانت الوطنيه او ممكن تعاون حتى مع شركات اجنبيه. محمد فتحي مدير شركة أرض الرزق في طرابلس. الحقيقة أنا سعيد جدا بمشاركتي اللي بنشارك كل سنة في معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة. السنة دي مشاركين في المعرض في معهد النفط للتأهيل والتدريب. سعيد جدا بالحضور وبتشرف إن احنا مواظبين على المشاركة. احنا في الأصل شركة مصرية، شركة عاطف رزق في القاهرة، وكيل لمجموعة شركات أوروبية وأمريكية مختصة في توريد أجهزة المختبرات. الحقيقة بعد سبقة أعمال قوية الحمد لله عملناها السنين اللي فاتت في ليبيا، بنتشرف إن احنا عملنا شراكة مع شخص ليبي وأصبحنا شركة محلية موجودة في طرابلس. بنطمح لأكثر من التعاون وتقديم خدمات ما بعد البيع في جميع قطاعات النفط وغير النفط في ليبيا إن شاء الله.